الكاميرا الأخبارية السورية جالت في بغداد والتقت عدد من المواطنين العراقيين وتحدثوا حول ما يقوله أردوغان. نتابع. التدخلات التركية داخل الشأن العراقي هو بالصيغة القانونية مرفوض، لأن هذا يعتبر تدخل بالشؤون الدولية والقوانين الدولية تحرم التدخل بالشؤون الدولية. احنا كشعب العراقي نرفض التدخلات الخارجية وخصوصا تدخلات تركيا وتصريحات أردوغان تمس بالسيادة العراقية، وهذه مرفوضة، الشعب العراقي كله يرفضها والحكومة أيضا ترفضها. الحشد الشعبي قام بعمل كبير، يعني دفاعا عن الشعب العراقي عندما حرر مناطق كثيرة، لكن هناك التدخلات الخارجية وهناك أجندات خارجية من بالنسبة للسعودية وتركيا وقطر، يعني هناك تدخلات من قبل إسرائيل وأمريكا، يعني هناك تدخلات حتى ليس فقط في العراق وإنما في سوريا. بالنسبة لأردوغان حاول يعيد أمجاده وأمجاد أجداد العثمانيين في زمن سابق، وهو يتذكر أنه العثمانيين شلون طلعوا من العراق وبيا طريقة طلعناهم ترى بالفالة والمقوار. خلي هو يعيد حساباته أردوغان ويتذكر أنه شنو الشعب العراقي. الشعب العراقي شعب ثائر ما يقبل أنه يدنس أرضه ولا يقبل يتدخل وخصوصياته. نحن كشعب عراقي وكشعوب عربية نرفض رفضا تاما التدخل التركي في الأراضي العراقية باعتباره مساس للسيادة العراقية وسيادة الدول، حتى أن تركيا نفسها لا تقبل أن تتدخل دولة أخرى وتدخل جيوشها إلى داخل العمق التركي ولو بمتر واحد. الذي يقوده أردوغان نظام متغطرس ونظام في قمة الدكتاتورية وفي قمة ينظر إلى الآخر كأنه أدنى منه، يتعامل مع دول الجوار معاملة سيئة، فهذه سوريا يدخل بها كيف ما يشاء، وهذا العراق يتدخل في شؤونه، وتلك قبرص وهذه إيران، فهذه الدولة أصبحت محاطة بالأعداء مع الأسف في ظل حكومة أردوغان. يعني 4 سنوات مختصبة الموسم من الدواعش، أنا كان تدخل تركي وأن كانوا يعني إلا بهاي، يعني من ريد الحر المدن يجون هم تدخلات تركيا سافر، وهذا الرئيس التركي يعني تنفذ يعني وقام يحكي بزود حيله وما أعرف شنو، واحنا يعني لقانا ضعف يعني بس ما يقدر، يعني الحشد الشعب اقوى من عنده والحكومه السوريه هم اقوى من عنده. ويعني مو هذا الشان، هذا شان داخلي، مو يم هذا الموضوع، مو يم اصلا، هو بلد محتاج لازم ينحرر غير ابنائه. هي الحشد العشائري والحشد الشعبي والجيش العراقي والشرطه وكل اذا ما هم التفوا ابنائه علي ما يتحرر. ما ممكن يجي اجنبي يحرر لنا، يعني ما ممكن اذا مو احنا صرنا يد واحده مع القوات الأمنية مع الحكومة مع البرلمان. نقول عليها غير أخلاقية، غير سلبية، تدخلات ما تليق بجارة بتركيا بالشأن العراقي. يعني هي دولة أول وحدة جارة والشعب التركي عزيز علينا، وإحنا نحب تكون علاقة طيبة، ما تكون علاقة متوترة وتدخل سافر بالشأن العراقي. والموصل عراقية مو تركية.